الفوضى التي وصلنا إليها هي فوضى منتشرة في عموم أنحاء العراق وحتى في محافظات إقليم كردستان، بوجود مراكز تجميل يعمل فيها ناس غير متخصصين، وأيضا بوجود مراكز تجميل غير مرخصة. مراكز التجميل المرخصة عددها أقل من 90 في عموم محافظات العراق ال15 عدا محافظات إقليم كردستان. العدد المتواجد حاليا في عموم المحافظات قد يتجاوز هذا العدد بعشرة أضعاف إن لم يكن أكثر. لا يوجد أرقام حقيقية، لأن هذه أصلا هي مراكز تجميل غير مرخصة. والمشكلة الأكبر بأنه حتى صالونات الحلاقة اللي هي صالونات حلاقة بسيطة تقوم بجلب بعض الناس لحقن الفيلر والبوتوكس، وهذا مشكلة كبيرة جدا أيضا سنعمل على علاجها. أما هناك مشكلة أخرى، بأن هناك عدم تفريق بين عيادة سواء كان طبيب التجميل أو طبيب الأسنان ومركز التجميل. مركز التجميل هذا مركز متخصص بالتجميل، يحتوي على كل أجهزة التجميل والعمليات التي تجرى هناك. هذا يمنح إجازة من وزارة الصحة من شعبة القطاع الصحي الخاص، نعم، أو من قسم القطاع الصحي الخاص. أما عيادة طبيب التجميل فكان طبيب يمنح من نقابة الأطباء، كان طبيب الأسنان يمنح من نقابة أطباء الأسنان. المشكلة الأخوة في نقابة أطباء الأسنان قاموا بفتح دورات لآلاف، قد يتجاوز العدد حسب كلامهم هم مو كلامي، بأنه اليوم من يعملون في هذا المجال يتجاوز 6000. هذا العدد لا يوجد مثله في كل العالم، ليس في العراق.